مشاهدينا ومتابعي قناة اس بي سي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم. معاكم انا سارة السايس. النهاردة احنا متواجدين من داخل قاعة ايروسبورت المطار لتغطية ايفنت مقام برعاية وزارة السياحة. تابعونا ومزيد من اللقاءات. فنانة هي عكيل، معاكي سارة السايس من قناة اس بي سي، بنرحب بحضرتك معانا. يعني عايزين نعرف الاوتفيت بتاعك ده منين؟ بصي، الاوتفيت بتاعي دوت ديزايني، انا اللي عامله الديزاين ده وانا اللي منفذاه وكده، يعني فكره مجنونه شويه كده، فحبيت اني اكون معاكم النهارده بالاوتفيت ده. في اغاني هتشترك فيها الفتره الجايه؟ في ان شاء الله اغنيه جديده انا بحضر لها، مفروض تنزل على الشهر الجاي باذن الله. وبس، وفي مسلسل برضو داخلها قريب ان شاء الله، يعني مش هقول تفاصيله لان لسه موضوع كلام، مش ما هو لسه من غير تفاصيل، يعني لسه كلام. لا مش هحرق، لا هو لسه في كلام. الفنانة الجميلة إيمي طلعت زكريا، مع حضرتك سارة السايس من قناة اس بي سي، بنرحب بحضرتك معانا. عايزين نعرف ايه رأي حضرتك في الايفنت النهاردة. اهلا بيكو، وبجد انا مبسوطة النهاردة لان انا مقلة جدا في الايفنتات والحاجات دي، بس انا لما كلموني وقالوا لي حسيت الموضوع على مستوى كويس، وفي نجوم كتير كمان متكرمين ونجوم كتير موجوده، فانا اتبسطت جدا جدا بالتواجد وقررت ان انا اجي، وحاجه حلوه قوي. يعني كلمينا على الاوتفيت. الاوتفيت الكوافير اشرف نجم، انا بس عشان عندي برد والله تعبانه، فالتركيز هتلاقيه بعافيه شويه. حبيبتي ربنا يخليكي. والدريس نيوفو ستور. في اعمال هتشتركي فيها الفتره القادمه يا ايمي؟ بصي ان شاء الله هو لسه ما فيش حاجه دراما يعني فعليا، بس عندي مسرح ان شاء الله هيبقى قريب مع المنتج الكبير احمد الابياري، بس لسه مش هقدر اقول دلوقتي يعني، بس ان شاء الله تبقى نص السنه. والله انا مستنيه بس بقيه الكاست يمضي، يعني هي اللي فيها موجود دلوقتي انا وادوارد الموجودين يعني، ولسه طبعا في نجوم كتير ما مضتش لان هي بقى فيها نجوم كتير قوي، وان شاء الله تبقى على نص السنه باذن الله. ايه رايك في الدراما والسينما الفتره دي يا ام؟ لا انا شايفه في تقدم حلو قوي، يعني انا شايفه حاجات حلوه قوي وحاجات تاريخيه كمان، يعني انا انبسطت جدا من كيرة والجن، عجبني جدا، والفيلم بتاع محمد امام، لا لقيت ان في بعدنا شويه عن البلطجه بقى والحاجات دي، ودخلنا بقى في الحاجات التاريخيه، فدي حاجه حلوه قوي يعني، ان شاء الله بس نستمر عليها الفتره اللي جايه. نجمة الجميلة والفنانة المبدعة أستاذة إناس مكي، مع حضرتك سارة السايس من قناة اس بي سي، بنرحب بحضرتك معانا. عايزين نعرف من حضرتك ايه رأيك في الايفنت النهاردة. ميرسي يا سارة على الترحاب الجميل ده. انا سعيدة ومبسوطة ان انا معاكم، ومبسوطة اكتر ان انا بحضر الايفنت ده، لانه المفروض ان انا ليا تكريم هحضره حالا دلوقتي، وحاجه تشرفني انه في ايفنت زي كده معمول بفخامه وباحترام ويخص وزاره السياحه والاثار، حاجه تفرحني. هنشوف حضرتك في اعمال دراميه او سينمائيه الفتره الجايه؟ في، انا عايزه اقول للجمهور ان فعلا في عملين قريب هينزلوا، واحد سينما باذن الله في المنطقه الكوميدي اللي انا بعشقها، ومسلسل بس مش هينفع اتكلم عنهم دلوقتي. والله ما هينفع لانه شركات الانتاج بتتضايق طالما ما نزلوش دعايه عن العمل، فالمفروض يبقى سكرت لحد ما ينزل باذن الله. طب كلمينا بقى عن الاوتفيت بتاع حضرتك. بصي هو ده سؤال تقليدي عشان بس ايه ما ازعلكيش. انا بحب حسب المكان اللي انا رايحاه اختار الحاجه بنفسي، الا لو بنلعب حاجه او بنقدم حاجه في دراما سواء سينما او مسلسل، ساعتها لازم يبقى في متخصص للستايل، فاحب اقول للجمهور ان دي اختياراتي انا بالواني اللي بحبها، الالوان المبهجه المفرحه. ايه راي حضرتك في السينما والدراما الفتره الحاليه؟ يعني تحس انها نتاج طبيعي للمود اللي احنا عايشين فيه، يعني زي في تيمبو سريع، في خطوات سريعه، في احداث سريعه، زي ما الاحداث دلوقتي بقت سريعه في العالم كله، فزيها بالظبط زي الدراما وزي السينما، تحس ان كل حاجه مرتبطه ببعضها، احنا دلوقتي بقينا في حاله من السرعه والاحداث الكتيره، والمفروض ان الدراما والسينما تبقى بنفس الستايل او اللي هو حاصل يعني. حتشبسوت، حتشبسوت من الشخصيات اللي اتمنى انه في يوم من الايام يكتبوا عنها، لانها كانت طفره في المملكة الفرعونية.
يعني كانت اول ست تاخد القياده كملكه، فالحدوته المفروض الكلام ده يتكتب. دراما او سينما حضرتك يعني شاركت فيه وندمت ان انت شاركت فيه؟ لا، ما عنديش في الميموري بتاعتي حاجات عملتها وحسيت انه لا. كان يعني انت لو خدتي بالك هتلاقي اعمالي اصلا مقله، يعني نادر ما اقول اوكي على حاجه وبعدين اتردد. ربنا يخليكي، تسلميلي تسلميلي يا حبيبي، وميرسي على اللقاء الحلو ده.